شاهدنا في هذا الدعاء كلمة، لا تنسوا هالكلمة: اللهم اجعلني من أفضل عبيدك نصيبا عنده. يعني تروح للجنة ويطوك بيت؟ لا. تروح للجنة ويطوك مدينة؟ لا. تروح للجنة ويعطوك مصرا؟ لا. تروح للجنة وأنت من أفضل عبيد الله نصيبا عند الله. اللهم اجعلني من أفضل عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك. إنسان ليل نهار يشتغل لأجل هذه الغاية، حتى دراستك في المدرسة اجعله لأجل هذه الغاية، حتى تجارتك اجعله لأجل هذه الغاية، حتى تعليمك وأنت معلم، حتى تطبيبك للناس وأنت طبيب، وحتى هندستك للبنايات وأنت مهندس اجعله لله، حتى تحصل على ثواب الله هناك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.